بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل السادة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج المطعم. هنقدم النهاردة شوية طواجن كده زي ما قال الكتاب، طاجن مكرونة نعملها باللحمة المفرومة، عندنا بالدجاج، عندنا هنعمل مكرونة وايت صوص بس هنعمله بالجمبري، وبعد كده هوت عندنا طاجن مكرونة جامد جدا هنعمله برضو بالسجق وصوص البشاميل. هنشوف ان شاء الله الحلقه بتاعتنا تبقى ماشيه ازاي. بكره عندنا الناس اللي طلبت مننا جلاش، حلقه كامله عن الجلاش السوري، ازاي نقدر نطلع الجلاش السوري زي ما قال الكتاب برضو نعمله بمرايه كده على المظبوط. هنشوفها ان شاء الله، ده اللي هنشوفه بكره خلال برنامج المطعم. يحيينا ويحييكم ربنا. هبقى معاكم النهارده ان شاء الله من 11 ونص للساعه 1، هنعمل الاربع طواجن اللي قدام حضراتكم. اي اسئله او اي استفسارات ارقام التليفونات ظاهره قدامكم على الشاشه، 1710 من اي تليفون محمول او 0909710 من اي رقم ارضي. رخامه جديده بقى وشغل عالي وبتاع، فاهم ازاي؟ باينه على الشاشه يعني، فاهم ازاي يعني؟ فعشان كده تلاقي الواحد ايه لما بيلاقي اي حاجه جديده، ما هو اي حاجه تغيير الروتين الواحد بيبقى في مود تاني بصراحه مختلف. خلينا نشوف اول حاجه طاجن المكرونه بالدجاج هنعمله ازاي. اول حاجه باللحمه المفرومه، اسف، عندي مكرونه اللي هي القلم، هنجيبها ونسلقها نص سلقه بالظبط. بعد كده عندي طماطم، عندي ثوم، عندي فلفل اخضر، عصير طماطم، معجون طماطم. بعد كده هوت عندي بصلايه مفرومه، ربع كيلو من اللحمه المفرومه، معلقتين اتنين من الصلصه، شويه بقدونس كزبره، وشويه من الفلفل الاخضر، واجيب واحد فلفل حامي. عندي شويه بهارات وشويه بابريكا وشويه من هحط نص مكعب مرق على الحاجه دي. طيب تعالوا نشوف هنعمل الطاجن ده ازاي. اول حاجه نبدا ان شاء الله اللي احنا نشتغل فيها. حلو ده قوي. هجيب عندي فرم الطوق زي ديت، زي اللي معايا ديت، فرمه مدوره، واجيب عندي الطاسه اللي هنبدا نشتغل فيها. اول حاجه الصوص او اللحمه المفرومه، حطها عندي على النار. اشتغل يا باشا اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه البصل واللحمه المفرومه والثوم، ده نخليه تاني مرحله. في مرحله هنشتغل فيها دلوقتي اللي هي عصير الطماطم اللي انا هسبكه شويه عشان هنبدا ناخده فين للطاجن نفسه. اي ماده دهنيه عندي اضيفها، اسيحها كويس جدا عندي على النار. والحله الثانيه هنا، خلينا ايه نعمل تبادل كده حلو عشان اعلق على حاجتين اتنين، اللحمه المفرومه، بعد كده هنبدا نعلق على الصوص بتاعنا اللي انا هعمله الاحمر اللي انا هبدا اهي هغطي بيه المكرونه. ده حاجه سهله جدا تقدري تعمليها دلوقتي. طواجن مكرونه محترمه جدا وسهله جدا. عندنا دي الحلل اللي هنشتغل فيها، حله سلامبوش، حلل السهله الجميله وما بتحصلهاش اي مشكله خالص، لان افضل انواع الستانلس ستيل موجوده فيها اللي هي 18 على 10. تقدروا تحصلوا عليها عن طريق صفحتهم على الفيسبوك، صفحه برايتز هاوس التجاريه، هتلاقي الحلل دي موجوده بكل الاحجام، وبتيجي كمان بمسكات سيليكون زي دي. نضيف عندي البصل المفروم، انا بكون منعم بصلتين اتنين. بعد كده نقوم حاطين على طول اللحمه المفرومه. افضل حاجه لما تيجي تعصجي اللحمه المفروم، في ناس بتحط البصل مع على طول مع الايه مع اللحمه المفرومه وتعيش مع بعض، لكن هو افضل حاجه ان انت تخلعي السكر اللي موجود جوه البصل، وبعد كده تضيف عندك اللحمه المفرومه. نضيف عندنا اللحمه المفرومه كويس جدا قدام حضرتك اهيت، وبعد ما ايه تاخد اللون الجميل نبدا اللي احنا نهدي عليها ونسيبها براحتها عشان لسه هنضيف لها الصلصه وبقيه المكونات اللي عندنا. هنا سعاده الباشا بقى الصوص الاحمر، اقوم ضايف له عندي بصلايه مفرومه
ونسيبها عندي على النار كويس جدا لحد ما تبدا اللي هي ايه تطلع السكر اللي فيها، البصل الابيض بالذات يطلع السكر اللي فيه، وبعد كده نبدا نضيف بقيه المكونات. اضيف له هنا نص مكعب من المرق، وهنا نبص على اللحم المفروم والربع كيلو، انا هعمل بس شويه صغيرين مش هعمل كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف هنا. الو استاذ سامية، الو الو الو، السلام عليكم. طيب حاولوا اتصل بينا تاني يا استاذه سامية. معلش يا شباب بقى انا ايه مش سامع، فنتعامل بالاشاره. نهار ابيض يا عم. نسيب بقى اللحمه المفرومه ايه مع نفسها. طيب نجيب هنا المعلقه الثانيه ونحط هنا البصل، نقوم مدينها ايه ضايفين عليها معلقتين اتنين من صلصه الطماطم عليها كده من فوق، وهوب بنقوم نازلين عندنا بعصير الطماطم، وتعيش يا باشا كله مع نفسه لحد ما تبدا اللي هي تتسبك على النار واللون بتاعها يبقى غامق. دي هتاثر، لما بتاثر على النار ايه اللي بيحصل؟ البخار طبعا بيتكثف من فوق، تبدا اللي هي تصفى معايا على شويه صغيرين، يعني لو حطيت لتر هيبقى في الاخر حوالي نص لتر او اقل من شويه من نص لتر كمان. طيب احط عندي شويه من البهارات، شويه كمون صغيرين، سنه بسيطه من البابريكا، سنه من بهارات صغيرين، وبعد كده بقوم واخد عندي سنه بسيطه جدا من الملح والفلفل. انا حاطط مكعب مرق فهحط شويه صغيرين، ونديها يا باشا التقليبه بتاعتها الجميله، ونسيب كل ده عندي على النار لحد ما يبدا اللي هو ايه يتسبك كويس جدا. اقفل يا سعاده الباشا. هنا اللحمه المفرومه هروح اضيف لها بقى شويه الخضار، اقطع لها شويه الخضار اللي احنا نبدا نعمله. عندي فلفل اخضر، سنه بسيطه قوي، بص ايه حاجه كده من فلفل الحامي، بلاش كتير عشان الدنيا ما تبوظش معايا وايه والدنيا تلسع مننا كده، هو ما ينفعش ناكل الطاجن اصلا. الحريف بقى يضيف زي ما هو عايز، انا بتكلم عن الناس الغلابه اللي زي حالاتي، يعني احب الشطه بس تكون في المعقول اللي يتاكدني بس. طماطم نقطعها عندي ايه مكعبات برضو، نفس الكلام كل ده ايه مع بعض. اروح رايح على اللحمه المفرومه، اقوم ضايف لها فصين اتنين توم مفرومين عليها، وتقوم رايح واخد عندي الخضار والطماطم، احمرها شويه بمعلقه صلصه طماطم، وبعد كده اقوم مديها شويه الايه الملح. الو السلام عليكم. السلام ورحمه وبركاته. ام كريم ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا شيف؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك كله تمام؟ الحمد لله بخير. يا رب دايما. من زمان الحمد لله، ربنا يخليكي. اخبارك ايه؟ ربنا يبارك لك يا رب ويبارك في ولادك يا رب. ربنا يكرمك يا ست الكل. ربنا يبارك لك. انا اول مره اتكلم في التلفزيون على فكره. يا اهلا وسهلا، وما تكونش اخر مره ان شاء الله. لا اكيد، بس انت معاك على طول والله حضرتك. ربنا يحفظك يا ست الكل. ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك يا فندم، امريني. الامر لله. كنت بسال حضرتك على، انا جايبه محسن الجل وعايزه اعرف اعمل الكيكه ازاي بيه. محسن الجل؟ ها
نعم محسن الجل. اه طيب، هو انت بتحطي نص معلقه كبيره منه على العشر بيضات بس، مش اكتر من كده، نص معلقه كبيره مع البيض والسكر. هو انت بتخفقوه من الاول، يعني انت بتحط البيض مع السكر، وطبعا الافضل ان انت تحط كله مع بعضه، البيض مع السكر مع الفانيليا مع الايه مع الدي مع البيكنج باودر مع المحسن، وخليه كله يعيش مع بعضه. بعد كده تقوم حاطه شويه ميه صغيرين، المحسن هيقوم لك بالواجب وبزياده. هتلاقي الخليط عالي معاكي، هتاخديه لا اما تحطيه في صاج حضرتك، لا اما تحطيه فين، في صينيه او في فورمه زي ديت. لو هحطيه في فورمه زي ديت هتساوي على درجه حراره كام؟ 170، اللي هي فوق المتوسطه، فوق المتوسطه. طب لو هتسويه في صاج يبقى درجه حراره عاليه 190، لان تسويه الصاج ما بياخدش التسويه زي ايه؟ زي الفورمه. فاهمه ازاي؟ شكرا ليك يا ام كريم. ادي اللحمه بالخضره الجميله بتاعتنا، خلاص اهيت بدات تخش في التسويه. نلم عندي الاشياء ديت بس كده، واجيب عندي بعد كده يا عم حمدي الفورمه اللي احنا هنبدا نشتغل بيها. هنا عندي الفورمه دي، هجيب عندي الفويل طبقتين اتنين قدام حضرتك كده زي ما انت شايفه. يا عائشه. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا عائشه؟ وعليكم السلام. اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام ده يا رب دايما. قوليني يا عائشه، ممكن اسالك على طريقه كراميل؟ ايه الكراميل مره واحده؟ انت اللي هتقومي تعمليه ولا ايه؟ ايه انت اللي هتعمليه؟ اه لا، ما هو الكراميل ده صعب قوي. ليه بقى؟ لان ده سكر بيتحرق على النار، ولو ما خدتيش بالك ممكن يحصل ايه؟ الله لا يقدر ايديك تتلسع ولا حاجه وتدعي عليا في الاخر. فتخلي ماما هي اللي تسمعني وتنفذ الكراميل اللي انا هقول لها عليه. ماشي يا عائشه؟ ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. يعني درجه الكراميل ساعات بتوصل لكام؟ ل 150. فاهمه يا عائشه؟ لما اجي اعمل كوبايه السكر بحطها على النار تتحرق واضيف عليها نص كوبايه من كريمه الطهي، لو انا ما خدتش بالي وباعد عن النار وماسك المعلقه كده من بعيد، التفاعل اللي بين الكريمه وبين الكراميل ممكن الحاجات اللي بتطلع دي بقى ممكن حاجه تخش في العين الله لا يقدر، حاجه تيجي على الايد. فتخلي بالك كويس جدا، وماما تخلي بالك كويس وهي بتعمل الكراميل، بتعملها في حله غويطه، الكراميل اللي بيبقى سخن على النار، الكراميل اللي بيبقى خلاص وصل لدرجه اللون الذهبي تقوم حاطه الاثنين على بعض ومن بعيد تبداي تتقلبي، يطلع معاكي صوص محترم ان شاء الله. لكن الناس بقى اللي ايه؟ اللي واخده الموضوع يعني متمرسه الموضوع هتلاقي الموضوع سهل. شويه كزبره مفرومين دلع دلع، شويه لحمه مفرومين دلع. يا أوزة ساميه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أوزة ساميه، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ محمد، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا فندم. انا نفسي في حاجتين كده وتقولهم لي بعد ما اقفل، لان هعملهم النهارده. قولي يا فندم اتفضلي. انا عندي كلت محشي ورق عنب، ورق خاص بره عجبني جدا، فنفسي تعرفني الورق بيتسلق ولا بينعمل ازاي يعني في الاول خالص؟ ورق الخاص؟ اه لا، ورق الخاص ما بيتسلقش. ما انا ما اعرفش بقى بيتعمل ازاي. لا ورق الخاص يا ست الكل، اول حاجه انت بتصير ايه؟ بنقول عليه التسقيق، بنسير الخاصايه. طب بعد كده لحظه واحده حضرتك بس عشان اكمل لك المكالمه قبل ما يقفلوا. اتفضلي معايا. مش هيقفل. وعايزه حاجه ثانيه. اتفضلي. حاجه ثانيه. الو. ايوه سامعك والله. انا عايزك تجاوبني على الحاجتين بعد ما اقفل. قولي يا فندم الثانيه. إيه عندي كفته رز بتفك مني. حاضر. فمش عارفه اعمل فيها ايه، بتفك خالص يعني في الحله بتفك. بس اتعملت اعمل فيها ايه بقى المفكوكه ديت؟ انت هي فكت خلاص اصلا، انت عملتيها وفكت مني. لا هي عجين لسه، بقيتها فيها عجين في الفريزر. لسه بقى عجين؟ لا لا سيبيها، اقول لك على هتصرف ليها في حاجه دلوقتي، اصبري. ايه تاني؟ يلا ربنا يبارك لك، لان عايز اعملهم النهارده. يلا بينا، خلينا نبدا الاول بكفته الرز. هتجيبي اللي عندك بتفك اللي عندك ديت، واللي انت عملت الكميه بتقولي فكت والباقي موجود في الفريزر، هتطلعيها هتحلي منها التبريد. هتقومي جايبه كبه، جايبه رز مصري حوالي كوبايه، معرفش الكميه اللي عندك قد ايه بصراحه.
هتجيبي نص كوبايه وتقومي حطاهم في ميه تنقعهم وتقومي شايلاهم مصفياهم وحطاهم في الكبه. تجيبي الكميه اللي عندك من الكميه اللي اتفكت ديت وتحطيها معاهم في الكبه وتبداي ان انت تسمغيها كويس جدا. الرز كفيل اللي هو يسمغ لك كل حاجه لان النشا اللي فيها هتسمغها لك كويس. السؤال الثاني ايه بقى؟ انا نسيت يا استاذه سمير. السؤال الثاني كان ايه؟ الخاص. خاص بايه؟ بنصيره. بعد كده بنبدا نعمل ايه؟ بنقوم واخدينه وغسلينه في ميه. نقوم واخدينه في مصفى نبدا ينزل الميه بتاعته، او لو عندك منشف خضروات. بعد كده تقوم حضرتك واخداه بالخلطه ونبدا ان احنا نلفه. على فكره له صنعه صراحه، يعني الستات ادرى مني بالحته دي. له صنعه حلوه قوي لانه بيتعمل زي السمبوسك كده، واحده في واحده في واحده في واحده، ويترص وبعد كده يتسقي بالشوربه وخلاص، ويتعامل معامله المحشي ورق العنب او محشي الكرنب. ادي الصوص بتاعنا بدا ياثر قدام حضرتك اهوت، الصوص الاحمر، واللحمه المفرومه ايه جاهزه معانا. هجيب عندي صينيه كده، ونجيب عندي فرشه وادهن الكلمات دي كويس جدا. فين الطاسه يا شباب اللي انا كنت حاططها هنا؟ اهي، تعالي هنا يا باشا عشان ايه ندي الفراخ على طول برضو تشغيله كده. هنا الفرمه نقوم واخدين فيها اللحمه المفرومه من تحت، وبعد كده نقوم واخدين عندنا طبق راك. ايه ده انا ممكن اتحرك من هنا يمين يمين وشمال. حمدي اهو ده في هنا طالعه حلوه، محور هنا حلو كل شويه نستكشف حاجه جديده بقى يا حبيبه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حبيبه؟ ازيك يا فندم؟ ازيك يا استاذه حبيبه؟ كله تمام؟ تمام يا رب دايما. اموريني بالقوي يا شيف، انا بحب طريقتك جدا وبحب اتفرج عليك. ربنا يخليك يا حبيبه، تسلمي. قولي لي بقى، قولي لي بقى الجو في مرسى مطروح عامل ايه دلوقتي؟ الجو حلو، هوا شويه. هو في احلى من مرسى مطروح دلوقتي؟ ده احلى الجو. الواحد لو عايز، الناس عايزه بقى تستمتع ده مرسى مطروح، يروح يستمتعوا بالجو دلوقتي. صح. اموريني يا حبيبه. ربنا يخليكي، لو ليك اي سؤال تأمري. بس عايزه اعرف حقوق الوظيفه. ما هو انت عارفه المشكله في ايه يا حبيبه؟ اللي انت للاسف معليه التلفزيون وبتسمعيني منه، اسمعيني من التليفون هتلاقي الموضوع احلى بكتير. ماشي يا حبيبه، مع السلامه يا حبيبتي، مع السلامه. شويه صلصه طماطم اللي احنا عاملينهم نقوم رايحين فين عندي، ونديها يا باشا التقليبه المحترمه. نقوم رايحين فين عندي هنا، شويه في الفرمه وشويه فين في طبق راك الجميل ده، نوزع الاثنين. نقوم دي ده شويه صلصه كده من فوق، ندلع المسائل وندلع المسائل هنا برضو. نخليكي بقى عشان ندي الدجاج برضو. انا طبعا دهن الفرم اصلا، انا دهنها كويس جدا بالسمنه، بتنفش بره المكرونه برضو. امال ايه ده، هي واخده نص سوا بس، واخده يعني انا سالقها نص سوا بالظبط. نبدا نعمل ايه بقى؟ اقوم مغطاها عندي بالفويل، ونقوم مدخلينها فين عندي النار على درجه حراره كام؟ فوق المتوسطه الاثنين. نغطي هنا طبق راك، طبق صحي ممتاز، طبق مش بستخدمه بس، لا بستخدمه في حاجات كتير جدا. وهنا الفورمه، او لو عندك فورمه التشيز كيك ممكن تشتغلي فيها برضو.
احلى طاجن في الحياه. تعمليه وتدخلي فين؟ عندك الفرن درجه حراره كام؟ فوق المتوسطه. طجن يا باشا درجه حراره على الهادي، بلاش درجه حراره عاليه، درجه حراره على الهادي كده ونبدا نشتغل فيها. نخش على اللي بعده. عندي فراخ بقطعها مكعبات صغيره، عندي بصلتين فصين اتنين توم مفرومين، بعد كده عندي شويه من البابريكا وشويه من البهارات الفراخ، عندي كريم الطهي وعندي كزبره مفرومه وعندي الزبده، وبعد كده عندي المكرونه السوسته اللي حضرتك كده شايفاها. طيب ماشي عشان خاطرك بس اخيل. وحشتني والاربيس عنك حيشني. ماشي اخوخه. تعالى يا باشا نعمل ايه الدجاج ده، نشوف هنعمله ازاي. حط عندي الايه شويه من الزيت الذره، بعد كده هو بعد ما بنحط الزيت هجيب عندي البلانشه بتاعتي ونبدا اللي احنا نعمل ايه بصلتين اتنين نقطعهم مفرومين، افرم البصل فرم ناعم، احلى حاجه في موضوع المكرونات السهوله بتاعتها، يعني السهوله بتاعتها، يعني عشان كده اكتر حاجه يعني خدناها المطبخ الايطالي. الطليان دول اصلا تيجي تعشرهم، يعني انا عاشرت اكتر من كذا حد ايطالي، تحس ان انت تحس ان هم شبه المصريين قوي، حتى في طريقه الاكل شبهنا في كل حاجه. عشان كده اكتر مطبخ اشتهر عندنا هنا في مصر هو المطبخ الايطالي، حتى سبحان الله نفس الكروش، يعني هم كروش يعني عندهم كروش نفس اللي عندنا بالظبط، ما بيختلفوش عندنا في حاجه، لان اكلهم برضو كله نفس الكلام، بيتزات ومكرونات وحوارات عندهم. تعال ناخد عندنا البصل المفروم ودمهم خفيف جدا، خلي بالك انا اخف دم اتعاملت معاهم بصراحه في المهنه، يعني الطليان بصراحه طول ما قاعدين بيهزروا زي المصريين بالظبط. حط عندنا الزبده لكن الشيفات الفرنساويين بقى ايه اللي انا اشتغلت معاهم، سلام على النزاهه، ساعة ايه ويونيفورم ايه كلهم كده حبوا النزاهه زي عينيهم ان شاء الله عليهم يعني، لكن الطليان لا لا زينا زينا بالظبط، واثنين كده الفرنسيين كده ما بحبهمش. عندهم حته تناكه كده غريبه. مين معانا؟ استاذة مي. الو الو ازيك يا مي؟ الحمد لله. انا إيه؟ بحبك قوي. وانا بحبك كتير جدا. انت عامله ايه؟ الحمد لله انا بحبك قوي، وكل يوم بتفرج على اكلاتك حلوه قوي. يا نهار ابيض، كل يوم ما بتزهقيش مني؟ اه. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليك. ماشي امريني. لا انا عايزه اسلم عليك. ايه ده بس كده؟ والله العظيم ده كتير عليا كده والله يا استاذه مي. شكرا ليكي يا حبيبتي، شكرا ليكي، ربنا يخليكي لبابا وماما يا رب. هنا حطينا فصين اتنين توم، ونقوم واخدين عندنا الايه الدجاج اللي انا مقطعه عندي مكعبات، ضايفينه فين عندي على البصل. ماشي، نجيب شويه البهارات اللي عندنا بقى نبدا نشتغل بيهم. Thank you.
وهنا اللي عندنا طبعا فين في الفرن شغال عندنا كويس جدا الايه الطاجن اللي احنا حاطينه في الفرن وظابط معانا الدنيا وشويه فلفل اسمر. ندي التقليبه المحترمه يلا بينا على ما الفراخ كده تبدا اللي هي تتشوح معانا وتستوي معايا وتتظبط، مش هديها صوصات ولا نديها اي حاجه خالص غير لما نيجي من الفاصل، بعد الفاصل نواصل باذن الله. ورجعنا تاني بعد الفاصل وبنعمل دلوقتي الايه الدجاج بتاعنا الجميل. هناخد عندنا ايه الكريمه، شويه بقدونس اسف شويه صغيرين. بعد ما الدجاج عندي شوحته كويس جدا هوبا نقوم نازلين عندنا بالكريمه. الله الله الله، ونسيبها ايه تتقل شويه معايا وبعد كده نبدا نحطها عندنا في الطواجن بتاعتنا ونبدا ندخلها عندنا الفرن مع الايه الجبنه. يا عم كمال، الو يا استاذ كمال، هو كبير بس عايز اقول كيمو بس خايف يكون حد كبير، فانتوا قولوا لي يا جماعه حد كبير حد صغير، فاهم ازاي؟ الله بص اللون بتاع الفراخ عامل ازاي، ده هو شويه عيش والله. ونبدا ايه نغمس دلوقتي، شويه عيش دلوقتي ونغمس نشوف اللي ايه نشوف الملح اخباره ايه. الله الله ممتازه كده الدجاج ايه اتظبط ظبطت السنين. نقوم واخدين ايه شايلين دي بص وحاطين التانيه مكانها على طول للجمبري ما بنضيعش وقت. دي نقوم واخدين عندنا المكرونه اللي انا سالقها برضو نص سوا عشان لسه هدخل عندي الفرن. نقوم واخدين ديت. الله 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 يا باشا، بص المنظر المكرونه عامله ازاي. انا بص بقى انا عامل بها منظر حلو بصراحه، انا عجبني الحوار ده زي ما هو كده. الطاسة اصلا بتخش فين الفرن هي زي ما هي كده، تقوم منضفها بس الحروف بتاعتها وكده ومظبطاها الاحرف بتاعتها. ونقوم عاملين ايه بقى واخدين عندنا الميكس جبن اللي عندنا ديت استاذه هاله. ازي حضرتك؟ اهلا بيك ازيك يا شيخ محمد. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ كله تمام الله يعزك يا رب. ربنا يزيدك اولا الاول احلى متغمى طيبين جدا. ربنا يخليك يا فندم اشكرك. لان انا منهم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا احسن ناس. الله يخليك. منين بقى؟ انا طبعا منين من متغمر بقى؟ انا من زفته. يا اهلا وسهلا احسن ناس، انا عندي بنت عمي واولاد خالتي قاعدين كلهم هناك في زفته، فتحياتي ليهم ولكل اهل زفته. الله يخليك يا رب. الله يحفظك. الله يخليك. فأنا فرحانة بيك جدا جدا يعني. وربنا يزيدك نجاح. ربنا يخليك يا زهالة تسلمي، لو ليكي سؤال تحت أمرك.
الله يخليك. لا انا ماليش اي سؤال. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. تحيات طبعا لاهلنا وحبايبنا و يعني اغلى ناس على قلبي في موجودين في زفته. تعالوا ناخد دي تحت كده تمام، تعيش كده ايه مع نفسها. انا مهدي النار وناخد يا باشا الكازارول الجامده ديت. اصحى بقى نقوم واخدينها كده وحطينا فين؟ في الفرن كده بميل كده عشان تطلع معايا مظبوطه. كنا لسه بنتكلم عن حاجه كده هنتكلم فيها دلوقتي ان شاء الله، لكن بعد ايه ما اخلص موضوع الجمبري تعالوا نعمل مكرونه بالجمبري. سهله قوي، سهله جدا جدا. انا عندي نص كيس مكرونه شديد. نصيحه بس، وانت بتعملي اي صوص بالمكرونه ما تكتريش المكرونه، يعني ما تعمليش كيس كبير، اعملي نص كيس بس عشان تحسي بطعم الصوص اكتر وبطعم الحاجه اللي انت حطها تانيه. طيب انا عندي هنا كريمه او لبن، او لبن كامل الدسم، ينفع نشتغل الاثنين، يا اما لبن حليب كامل الدسم او كريمه طهي. عندي 2 عدد طماطم، فلفل حامي ناشف، عندي شويه من البهارات، شويه كمون، شويه ثوم، معلقه صلصه، زيت زيتون، وبعد كده عندي الجمبري اللي حضرتك كده شايفينه. هقول لك اسهل طريقه ان انت تشتغلي بيها، اسهل حاجه. الطاسه زي ما اتفقنا فين؟ عندي على النار، انا عندي حاجتين اتنين في الفرن، الطاجن اللي احنا عاملينه بالمكرونه اول حاجه باللحمه المفرومه، وعندنا تاني حاجه هنبدا اللي احنا نشتغل فيها الفراخ، وحطيناها برده في الفرن مع الجبن، مجرد ما الجبن تسيح هنبدا اللي احنا نطلعها ونقدمها بالهنا والشفا. هنا الجمبري الجامبو انا جبته شلت منه الحبل الرملي زي ما حضرتك كده شايفه، نبدا ننزله تمام. حط عندي توم مفروم، 5 فصوص توم مفرومين، شويه من الكمون، استاذه الهام ازي حضرتك؟ ازيك استاذ محمد عامل ايه؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا استاذه الهام؟ اهلا بيك يا شيخ محمد، ربنا يبارك لك في صحتك واولادك ومالك يا رب وحبايبك. ربنا يحفظك يا ست الكل، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ربنا يبارك لك. الله يكرمك يا ست الكل. عايزه منك طلب. طبعا اتفضلي. اشكرك، انا مظلومه كتير هنا في اسوان بصراحه، قرايبي واخدين حقي ومش لاقيه لي محامي يجيب لي حقي، وكل واحد يقول لي كلام غير الثاني. عايزه لي محامي كده عشان يرجع لي حقي بقى ان شاء الله. طيب رسالتك وصلت، وسيبي تليفونك، وواضح من كلامها اللي هي يعني انسانه يعني طيبه، ويا رب الناس تقف جنبها، وبعدين لو ما حدش وقف جنبك خالص في ربنا سبحانه وتعالى، لو ليك حق والله الا الحقوق، يعني الا الحقوق مع الاخوات بالذات، حاجات كده ما بتاجلش الاخره، ربنا يديها لك على طول في الدنيا، حقوق الوالدين واخذ الحقوق، فان شاء الله لو انت الحق بتاعك متاخد هيرجع لك، لان في ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء. طيب تعالوا نشوف، حطينا هنا الجمبري، الثوم، الكمون، شويه مهارات السمك، زيت الزيتون، وبعد كده نقوم حاطين عندنا شويه من الملح، سنه بسيطه جدا من البابريكا تمام، وبعد كده نقوم واخدين عندنا الطماطم، يا رغدة ورا ورا بتعمل ايه يا عمرو؟ بتحضر الفنكوش؟ مش عارف انا والله. حاسس ان في حاجة تنفجر من ورا كده دلوقتي. لا ده الفيلم ده بتفرج عليه 50 مرة والله العظيم. فيلمين اتنين عمري ما بزق منه، وكلها طبعا للميسر عادل امام والله، سلام يا صاحبي والفنكوش صراحه الاتنين حوار. شوف يا دكتور
يا باشا ايه بص اهو، لا اله الا الله. تعالى يا باشا ادي الجمبري، نقوم واقفين عندي على الطاسه اللي عندي على النار، حط شويه زيت صغيرين. بص يا باشا اسمع الصوت وروق. الله 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 على الاصوات الجميله. يلا يا باشا خش عليا تعالى. يا ابني والله الاكل متعه، الواحد لو مش هيستمتع يبقى مبسوط وهو شغال في الاكل ما يشتغلوش احسن، يقعد في بيته. او ما تشتغليش الاكل، لو انت متضايقه وانت بتشتغلي في الاكل والله ده ينعكس على الطبق. ولو انت لبسك مش نظيف ومطبخك نظيف برضه بيتلاقي في الاخر على عند موجود في الطبق، يعني المود بتاعك والمود بتاع المطبخ نفسه بيبقى موجود في نفس الطبق اللي انت بتطلعيه، صدقيني والله عن تجربه يعني. بعيد عن الريسبي، بعيد عن اي حاجه يعني. النظافه دي رقم واحد. بقى شويه فلفل حامي ايه دراي، هيا كده محترمين. نقوم ونخلي الجمبري الجامد ده في كوارث في الجمبري بقى، تيجي تلاقي الجمبري ايه تقومي جايباه من الفريزر بكام يا باشا الكيس ده؟ يقول لك ب 137 جنيه، بكام يا باشا الكيس ده؟ ب 120 جنيه. نجيب الجمبري نحط الجمبري ما نلاقيش جمبري، نلاقيه بقى قد كده، بيبقى كله ميه برده محقون ما بقاش طبيعي. والله يعني برده حاجات غريبه الواحد بيلاقيها، فعشان كده احلى حاجه في الدنيا تجيب الحاجه طازه. خلاص بقى الموضوع دي كانت قديمه بقى، يقول لك ايه القاهريين يا عم ما بيعرفوش ياكلوا سمك. لا يا باشا دلوقتي ايه القاهريين بيروحوا السويس وبيروحوا المدن الساحليه ويجيبوا السمك وييجوا. فدلوقتي الموضوع اختلف بقى، المحلات دلوقتي بقت الناس بتوصل لحد البيت الاسماك الفريش، الاسماك الطازه بقت موجوده في كل حته، تلاقي جروبات موجوده، كميه جروبات موجوده على الفيسبوك مش طبيعيه. الناس بيروحوا بيجيبوا الخير بتاع البحر الصبح، يقفوا يجيبوا الكميات او الاوردرات المطلوبه. انت طبعا بتطلبيها بتقعد 3 ايام، ما طبيعي انت مش هتطلبي السمك دلوقتي والجمبري طازه هيجي لك النهارده. لا انت تعرفي منين اللي هو شغال صح، لو قال لك بعد 3 ايام او 4 ايام هيجي لك الاوردر، لكن لو قال لك هجيبه لك النهارده تعرفي اللي هيجيب لك حاجه من الفريزر بايت عنده. يا استاذ اسراء صباح الخير. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. تسلم ايدك، بس انا زعلانه منك على فكره. ليه بس؟ انا اقدر. لا عشان انا كلمتك من فتره قلت لك على القرص اللي هي بالعجوه دي، العجوه خلصت اصلا. ايه العجوه خلصت؟ طيب بالهنا والشفا. وانت ما قلتليش عليها. ليه ازاي؟ انا قلت لك عليها ازاي؟ لا انا كلمتك بعد ما خلصت حضرتك قفلتي والله قلت الطريقه. لا ما قلتهاش على فكره، انا كل حلقه بكملها للاخر. لا لا نزلنا المقادير، ما انا بقول لحضرتك احنا ساعتها ما بنجوش بس بننزل المقادير في الاخر. هنزلك الطريقه. انا عايزه القرص الطريه بتاعت الفرن دي. عينيا الاثنين. حاضر حاضر من عينيا. شكرا لحضرتك جدا، ربنا يحفظك. بص يا ست الكل، نص كيلو من الدقيق بتقومي جايباهم، حاطه كوبايه لبن رايب، حاطه كوبايه من السمنه، جميل؟ معلقه كبيره من الخميره، معلقتين اتنين من السكر، معلقه كبيره من الشمر واليانسون المطحون، شويه ملح صغيرين، نبدا نحط السمنه مع الدقيق، نبسهم كويس لحد ما ينعموا، بعد كده نقوم جايبين عندنا مجموعه الحاجات اللي عندنا، الخميره مدوبينها مع شويه حليب دافيين ونقوم حاطينهم على المقادير، واللبن الرايب والشمر واليانسون والسكر والملح. ونبدا نعجن العجينه ديت لحد ما العجينه تتعجن معايا وتاخد الملمس اللي انت محتاجاه. لو احتاجت شويه ميه ضيف لها شويه ميه صغيرين، ونبدا نسيبها ترتاح لمده نص ساعه، تشيلي الغطا من عليها او الفوطه ونبدا ان احنا نقسطها كويرات صغيره، حطي فيها العجوه، وبعد كده نبدا ان احنا نبططها بايدينا ونبدا نسيبها تتخمر وندخلها على درجه حراره كام؟ 190. بس كده يا باشا، ده انت تأمري يا استاذه. معلقه صلصه عشان عايز اعمل الايه الصوص يبقى بينك روز، فعمره ما ياخد ايه الا ما ياخد معلقتين اتنين من ايه من الصلصه. نص كوبايه حليب على نص كوبايه من الكريمه نضيفها
ونبص اخبار الايه الباشا الجميل. الله ماشي جاي لك اهو. مين معانا؟ استاذه كوثر. ازيك يا محمد؟ يا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يعني عايز اقول لك ان انت شيف عالمي يعني. ربنا يخليك يا فندم، ده من ذوقك والله. انا تقريبا جدتك يعني. اهلا وسهلا، على دماغي والله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يحفظك. وانا طول عمري غاويه مطبخ وغاويه اكل، فاعدالك يعني ده شرف ليا والله متابعتك. ربنا يا رب يا رب يعلي مراتبك واشوفك احسن شيف في الدنيا كلها يا رب. ربنا يحفظك يا ست الكل. وانت فعلا احسن شيف في الدنيا كلها. دعواتك لينا بقى. ربنا يخليك يا محمد ويسعدك ويخليك لاولادك ويحفظك يا رب. ربنا يخليك يا فندم، اشكرك. تسلمي. وأمريني يا ست كوثر. كنت عايزه اعرف مقادير الكيش يعني. مقادير ايه يا فندم؟ الكيش. الكيش عينيا. يا سلام. هعمله لك الاسبوع ده، ايه رايك؟ خلاص. عينيا. مستنياك. عينيا الاثنين. عايزاه بايه؟ عايزاه كيش لورين؟ اللي هو بالحاجات الحادقه والجبن. عينيا الاثنين. عينيا. حاضر. تسلم عينيك. انا في الطرت 100 100، انما في الكيش ما عملتوش قبل كده. لا احلى كيش من حضرتك من عينيا الاثنين، وهعمل لك شويه شغل فيه عالمي ان شاء الله. وهنعمله يعني هننقشه لك كده من الجنب كده، ونروقه لك ونديه الابراير المظبوط، ونعمل له اكتر من كذا حشوه. فمن عينيا الاثنين يا استاذه كوثر ان شاء الله. استاذه ياسمين بس بلغيني بعد اللي بخلص هوا، هنحط ده في السكريبت الكيش. شكرا لحضرتك جدا. خلاص كده احنا الكازارول اللي عندي خلص اللي موجود. بس هو يتقدم كده زي ما هو كده، ماله ده وحش؟ زي الفل، زي ما هو بالظبط. تقوم واخد كده هيطلع معاك الجبنه ومعاك الحقيقه المكرونه والصوص الجميل المحترم بالفراخ. طيب هنا الجمبري، كل ما تسيب الكريمه بقى على النار هتلاقي بتتقل وتبدا اللي هي اهي تتكثف معايا وتتقل معايا. خلينا ناخد بقى فاصل صغير، عشان بعد الفاصل الصغير ايه هنحط عندنا المكرونه دي. هتقوم واخدينها حاطين شويه مكرونه الشريط. مش قادر استنى بعد الفاصل بصراحه. يلا يا باشا، يلا حبيبي، يلا باشا، يلا قلب، يلا عين. وبعد كده تقوم واخد شويه ايه بقى يا عم حمدي كده، شويه جبنه برمجان كده على من فوق. حوار والله. ونقدمها بالهنا والشفا زي ما هي كده بالكسروله. انا عاجبني موضوع الايه الطاسات اللي معايا، نقدم عليها الحاجه على طول بالشكل كده اللي حضرتك كده شايفينه. فاصل ونواصل. ورجعنا بعد الفاصل. بنعمل دلوقتي الايه؟ المكرونه بالسجق، ونبدا فيها برده. ودي المكرونات بتاعتنا اللي طلعت، دي بالجمبري اللي احنا عملناها، دي بالمكرونه اللي احنا عملناها بالدجاج، دي الفورمه اللي احنا عملناها هي المكرونه. بص عامله ازاي؟ دي اللي هي الطاجن الجامده قوي قوي. دي هتتقلب دلوقتي، هقلبها لك دلوقتي اوريها لك هتبقى عامله ازاي، لان هي مسكت نفسها خلاص تمام. ودي اللي احنا عاملينها في طبق راك برده مغطين عليها، الانتاج كله موجود هنا. والمكرونات هنا احنا مجمعينها، وبعد كده نبدا اللي احنا ان شاء الله اخر حاجه نبدا ايه نقدمها لكم كلها ان شاء الله باذن الله. طيب هنا المكرونه انا حاطط هنا
حله وحاطط فيها شويه زيت صغيرين وشويه ملح. هجيب عندي المكرونه الاسباجيتي يا خلاص بقى. لازم خلي بالك كمية المية بتبقى كتيرة وانت تسلق المكرونة عشان ما ايه ما تعجنش منك. انا حاطط بس نص كيس المية، لو قليلة معاكي وانت بتسلقي المكرونة هتلاقي المكرونة دي اتعجنت منك، فتخلي بالك من النقطة ديت مهمة جدا. بص نازلة متشعبة ازاي، في ثانية هتلاقي نزلت اهيت فين في المية. ونديها ايه تقلتين اتنين والحياة جميلة. طيب هنا بقى بنبدأ نشتغل عندنا في السجق. حط عندي شوية زيت للصدق. هنا جنبي هنا كده يا باشا وعيش مع نفسك. حط عندي شوية صغيرة من السجق بتاعنا، معلقة وقعت عمورة. هجيب معلقة تانية. كده كده أصلا الهنك أصلا فيه يعني هو حاجة دهنية، فخلي بالك السجق مش محتاج لا تحط لا زيت ولا محتاج أي حاجة. يعني أنتوا بتعمليه في البيت بلاش تحط فيه لا زيت ولا سمنة ولا زبدة ولا أي حاجة. الهنك أصلا اللي معمول فيه السجق هو أصلا يعني ده دهون، فمجرد ما يتحط أصلا بتلاقيه بدأ يشتغل معاك وزي الفل، عشان بس الدهون ما تبقاش كتير واحنا بناكل. انا عارف حد دلوقتي هيقوم جاي لي يقول لي هدي جت على ديت. مين معانا؟ اه البشاميل دلوقتي هشغله دلوقتي. انا عندي حله هنا تاني عندي على النار، هقوم واخد فيها معلقتين اتنين من الزبده. ثلاث معالق زبده حطهم عندي. ممكن نجيب دي هنا ودي هنا عشان دي خلاص دي مكرونه بتتسلق. لكن عايزين نجيب ايه تفاصيل دي. حط عندي الزبده كويس جدا عندي، واقوم واخد ثلاث معالق من الدقيق. واحد اثنين ثلاثه. حمص كويس جدا الدقيق والبشاميل قدام حضرتك على الهواء. ثلاث معالق دي كبيره من الزبده وثلاث معالق كبيره من الدقيق. وبعد كده اهوت عندي لو عايزه تحطي مع البشاميل يعني ايه تخلي الدسم بتاعه عالي، خصوصا زي ما اتفقنا في موضوع الدسم اللي احنا عندنا مشكله في موضوع الدسم بتاع الحاجه نفسها في الحليب. فساعات بحط ربع كوبايه من الكريمه او بحط معلقتين اتنين من الجبنه الكريم الساده. فاهمه حضرتك ازاي؟ هنا بص اهوت الدقيق خلاص. نقوم واخد عندي شويه شويه ونديها تقليبه. عمره ما يخرز منك كده ابدا، وهي الحليب بيبقى دافي. السلام عليكم يا فندم، ازي حضرتك يا مدام ناديه؟ ايوه يا فندم. ازاي حضرتك يا ست الكل؟ الله يخليك يا حبيبي. ازيك يا محمد؟ اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا ابني، ربنا يبارك لك يا رب ويصلح حالك ويديك الصحه يا ست الكل. تسلمي. الله يخليك يا حبيبي، بنشكرك على كل اللي بتعمله والله بمنتهى الاخلاص والادب. حاسين بيك واكنك واحد مننا. ربنا يخليك يا فندم، ده انتوا اللي مني والله، ربنا يكرمك. الله يخليك. من فضلك يا محمد انا عاوزه نمرتك ضروري، او عاوزاك تتصل بيا ضروري. انا مش عاوزه حاجه والله ولا مواضيع، الحمد لله ربنا ساترها معانا. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. ولكن عاوزه موضوع خصوصي يعني. حاضر. معلش ما اقدرش اقوله على الهواء. حاضر يا فندم. حاضر سيبي رقمك. حاضر ممكن لو سمحت. حاضر يا فندم من عينيا. حاضر يا فندم تأمري. مع السلامه يا فندم. حط عندي معلقتين كتير من القشطه او معلقه جبنه كريمي، او لو عندك لبن جاموسي كامل الدسم، ولا تحطي جبنه ولا تحطي كريمه.
كلامي واضح اهو، لكن لو عندك حليب جايباه حاسه اللي هو الدسم فيه مش كتير، تبداي تشتغلي اللي انا بقول لك عليه ده، تحط الجبنه الكريمي او بقيه الحاجه او معلقتين قشطه، تحط شويه ملح صغيرين، سنه فلفل صغيره جدا، وبعد كده سنه بسيطه جدا من جوزه الطيب، واقلب الصوص ده لحد ما يبدا يتقل معايا. تعالى يا باشا ايه، ناخد عندنا البصل وبقيه الخضار كله عشان ايه السجق. فلفل ثوم مفروم، شويه ايه كزبره مفرومين، خلطه بنت رهيبه جميله. بص افتح النفس كده، تفتح النفس، بص الالوان عامله ازاي، تقوم واخد الكلام ده كله رايح فين يا عم حمدي؟ عندك على السجق نبدا ننزلهم، ونبدا ايه نشوح كل ده مع بعضه، ونحط عطين عندنا معلقه صلصه طماطم صغيره، نقوم مدينا سنه جوزة الطيب صغيره، شويه بهارات، سنه شطه وسنه كمون، وبعد كده نقوم مديناها شويه ملح وفلفل، اضيف عندي الملح والفلفل الاسمر والخلطه بتاعت السجق تبقى جاهزه معايا. هنا البشاميل خلاص اهوت تقل معايا عندي على النار، والمكرونه اتسلقت كويس جدا، مصفي يا رغده ونام من جنبك اهو. يلا ثواني بس اخلص دي، ثواني اديني ثواني يا عم حمدي بقى، ما بس خمسايه كده وجاي لك تاني، ها مش هتاخر عليك يا صاحبي. صفي بس المكرونه، اه مكرونه الاسباجيتي، السجق خلاص داخل في التسويه النهائيه هي، وبعد كده البشاميل جاهز معايا، والسجق والمكرونه عندي جاهزه. استاذ احمد ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا استاذ احمد المحترم، الله يخليك. الله يبارك لك يا محمد. اهلا وسهلا يا فندم. اولا انا من الناس اللي معجب بيك جدا. ربنا يحفظك، تسلم. الله يخليك. الله يخليك. وبعدين انا عندي سؤالين، سؤالين وتعليق. اتفضل يا فندم. سامعك، اتفضل. اول حاجه الجبنه القشطه، ايوه هي الكريم تشيز، هي الكريم تشيز بتاع السندوتشات، ايوه. وايه تاني سؤال؟ تاني سؤال ليه كفته الرز بتفك؟ طيب حاضر يا فندم، ده احنا نعمل كفته الرز الاسبوع ده بقى خلاص. الحاجه الثالثه التعليق بقى، اه حضرتك لما بتيجي تحط التوابل على الاكل، ايوه، ويجي لك مكالمه، ايوه، تحط حاجات ما بتقولهاش، انت بتحط ايه؟ عينيا الاثنين حاضر. المكالمه بتاخدك، المكالمه بتاخدك، والحديث بياخدك، وربنا سيادتك والسي وايه، وتبتدي تعمل الاكل، يبقى احنا محتارين انت حطيت ايه؟ حاضر. هل هي بابريكا؟ هل هو فلفل اسود؟ ماشي. هل هو كمون؟ فرجاء يعني الحته دي بس تاخد بالك حالك. تؤمر 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 من عينيا الاثنين، احنا بننزل المنيو كامل والله يا استاذ احمد. تعليقك على دماغي من فوق على فكره، واه ممكن يكون برضو بيحصل لنا سهو اللي احنا ممكن ما بنقولش الحاجه، بس انا والله بنقولها مره واتنين، لكن انا تعليقك فوق دماغي
احنا بننزل منيو. اه انا فاهم احنا بننزل منيو تمام، الاعداد شايف شغله كله تمام، والسي جي والناس الجميله الكنترول. انا ما بقول هو بيقول واحنا بنشتغل لو انا جات لي مكالمه نوقف احنا بنعمل ايه وبعد كده نبدا نكمل، وده الصح. ماشي يا استاذ احمد. هنا المكرونه نبدا ناخدها كده، وبعد كده اجيب الاطباق اللي عندي. خالي وعمي، بص يا باشا اقطع. خلينا في واحدة بس كده هوت، ايه عشان انت مستعجل على الفاصل، هنديها كده واحدة كده من هنا. اصحى لينا شوية الجبن، وندخل فين؟ في اطباق راك الفرن، يبقى السجق كده جاهز بالمكرونة بتاعتنا. يبقى مجموعة مكرونات النهاردة فل الفل، بالفراخ وبالجمبري وبكل حاجة يعني. دي أول حاجة، دي بالجمبري بالدجاج، ايوه باللحمه المفرومه. ايه يا حبيبي؟ ماشي اوكي. انا بس عايز ايه، حاجه مدوره، عايز اقلب لك الطبق ده. ثواني، لا هجيلك كتير. بص. ما لازم تهدى شوية. وبعد كده نبدأ اللي احنا نقلبها. هنبدأ نجيب عند الطبق، بس الطبق ده هجيب واحد بصراحة كبير شوية عندها عشان تطلع مظبوطة معايا. فهناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نبدأ نقدم لكم مع بعض المكرونات اللي احنا عملناها، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل بنقدم مع بعض الايه الحاجات اللي احنا عملناها الحلقه. يا رب النهارده نقول اعجابكم. الشيء ده جامد جدا، مكرونه بالجمبري بصراحه. ما احنا طول ما احنا قاعدين بالفاصل كده بنقعد ندوق، حاجه عايزه ملح، حاجه عايزه تمام، فكله بصراحه في المظبوط. لكن المكرونه اللي هي بالصوص الجمبري ديت بصراحه حاجه فوق الخيال. الف هنا وشفاء على اللي هيعملها وياكلها. تعالى بقى التكفايه دي اللي هي بالسجق بتاعتنا اللي احنا عملناها. نقدمها في الاطباق الجميله، اطباق راك الجميله بتاعتنا. وكده الحلقه بتاعتنا ايه ان شاء الله خلصت. اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. شويه مكرونات كده على السريع، اسهل حاجه ما بتاخدش وقت، وتكلفتها قليله على فكره. بتيجي في المكرونات لو هتعملي حاجه، او لو عايزه تكتري كمان اللي هو ايه شغل مرق وفرق، لو عايزه تعملي الموضوع ده مفيش مشكله، انت تكتري المكرونه والصوص فتلاقي الموضوع بيرمي معاكي كويس قوي. عايزه بقى تعملي حاجات بسيطه تعملي بسيطه، عايزه تعملي حاجات كبيره وتكبري الموضوع اعملي اللي انت عايزاه. اتمنى طبعا الحلقه تنول اعجابكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج المطعم. بكره عندنا حلقه مرايه هنعملها بالجلاش، ازاي تقدري تطلعي من الجلاش مرايه محترمه، صوريه
نقدر ان احنا نعملها عندنا في البيت. ده اللي هنشوفه ان شاء الله خلال برنامج المطعم. هبقى معاكم بكره باذن الله حين يحييكم ربنا 11:30 الساعه 1. اشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج المطعم، والسلام عليكم.